أنا واحد من المعلمين اللي كان بيعملوا في جنوب السودان قبل الانفصال، ومجرد ما الانفصال وقع الواحد اضطر يجي يرجع للوطن الحبيب. ونحن مجموعة من العاملين في مصالح ومصالح مختلفة، ومن الفترة دي يعني في دفعة استعبد والدفعة الثانية ما استعبد، ونحن لحد الآن ممكن الرئيس طلع قرار أول وقرار ثاني، والقرار الثاني شملنا نحن خشينا حتى الاستيعاب، يعني يمكن أكثر من سنتين نحن هو قاعدين معلقين بدون عمل بدون أي مجال عن واحد يقدر يشتغله خلاف شغله التدريسي ده. والواحد في الفترة دي حقيقة أنا معاناة ما عادية، وأمر منا إنه الواحد يعني أبناؤه يعني يفقدوا التعليم. يمكن أنا واحد عندي 4 بنات بيقروا في الجامعات، 2 منهم اضطريت أنا يعني أجمدهم لأنه بسبب العمل، والصغار برضو 2 برضو ما قدرنا نخلهم يقدروا يواصلوا التعليم ده بسبب التكلفة. نرجو من المسؤولين إنه يلفتوا النظر لمشكلتنا دي، حاولوا يجدوا لنا الحاج، لأنه نحن يعني عشنا يعني أنت ما ممكن ترى ابنك وطفلك يعني محروم من التعليم، خليك من كونك أنت هسي يعني بقينا هسي الإيجارات، يعني واحد اضطر يأجر في محل يعني ممكن العشوائي إيجار ما أكثر من 300 400، وبعد تلقى نفسك مهدد إنه أنت تبعد من السكن العشوائي ده أنت بنتيجة إنك عاجز أن تدفع حتى 300 جنيه. نحن عبارة مجموعة ما من عدد واحد، احنا ما يقارب المجموعة كلها 1898، 1200 لولاية الخرطوم والبقية للولايات. الحمد لله الولايات الثانية نفذت القرار ما أدى ولاية الخرطوم، لحد اليوم ما بنعرف الحاصل شنو من اللجنة، فنحن قاعدين نعاني. يعني أنا ده من ضمن الناس عندي تقريبا 5 أطفال، 2 في الثانوي و3 في الأساس، اضطريت أوقف الـ2 في الثانوي وأخلي في الأساس، كان الوضع اللي نحن فيه ما بيتحمل. يعني حس اللجنة كان أقصى قرار له 30 يوم، يعني من يوم 1/9/2017 لحد حس اللجنة ما طلعت التقرير بنمشي نسأله. مشينا سألنا قالوا يا أخي نحن في الإعداد بتاع التقرير. فما زلنا حتى نعاني معاناة كده لا يعلم به إلا الله. أنا كنت أستاذة في ولاية خرب بحر الخزار، وزارة التربية والتعليم، وجيت أيضا من هناك 2011. بعد جيت 2011 قدمنا دفعتين، الدفعة الأولى استوعبوهم ونحن بقينا الدفعة الثانية، وقدمنا من 2011 ل 2014 تم التعيين وفصلوا الملفات، ناس التربية برام، ناس الصحة برام، أي ولاية بيناسه. بعد ذاك قمنا قاعدين كل يوم الليلة بكرة الليلة بكرة. 2015 استوعبوا الملفات كلها وقال لنا خلاص بطلع كشوفات. من 2015 ما طلع أي شيء، 2017 ظهر الكشوفات فيها أسماء، اللقى اسمه يخش المعاينة، الملقى اسمه ما في معاينة. لقينا أسماء داقينا في شؤون القدمة برا، خشينا نحن ناس التربية يوم 20، عملوا جدول نحن ناس التربية يوم 20 خشينا المعاينة وكل شيء، من 20/10 ليوم بكرة ما في أي شيء. والله الناس بصفة عامة وديهم تعبان وظريفهم حرية. أنا كنت موظفة في ولاية بحر الغزال في وزارة الإعلام، فبعد الانفصال جينا الخرطوم هنا وبدينا نبحث عن الشغل، فلقينا رئيس كتر الله خيره أصدر قرار باستوعابنا نحن لاعدين من دولة الجنوب. بعد ده قمنا قدمنا، لما قدمنا الموضوع جرى سنتين ونحن لسه قاعدين من دون شغل، وابوي ذاته قاعد ما عنده شغل، يعني معاناة كده بنعاني معاناة صعبة شديد، يعني ما قادرين نعمل أي حاجة مكتفين. وحتى بعد ما اللجنة أصدرت قرار بأنه ندخل تاني مقابلة، دخلنا المقابلة ومنتظرين على أساس أنه بعد شهر بس يتم استوعابنا ونشتغل، ولسه قاعدين. واضح أنه القضية مضت خطوات وتوقفت، فنحن بنضم صوتنا لصوتهم ونسأل لماذا توقفت قضايا كان معلمين أو العاملين بالخدمة المدنية في جنوب السودان اليوم
ورجعوا للبلد، والقرارات بتاعت الدولة صدرت، الحكومة صدرت بتسوية أوضاعهم. طالما الناس بتكلموا عن أنه